السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن النمل ومشاكل النمل اللي ما بتنتهيش، كل ما بنخلص عليه بيرجع تاني ينتشر بشكل غير عادي. هنتكلم إزاي إن احنا نتخلص منه في النباتات، وهنتكلم كمان إزاي نتخلص من النمل الموجود عندنا داخل المنزل، لأنه بيسبب إزعاج وبيسبب مشاكل كتير، وكمان بيسبب براصات بتبقى مزعجة بشكل غير عادي. المهم إن أنا هكلمك النهاردة عن الخلاصة عشان ما تعبش نفسك وتدور على كلام كله مش هيجيب معاك أي نتيجة. إحنا بنحب نجيب حاجة تجيب من الآخر، مش أكلمك على التوم وأكلمك عن الفلفل الأسود وأكلمك على الخل والكلام الفاضي ده كله، مش هيجيب أي مفعول ولا أي نتيجة. إحنا بنحب نجيب الحاجات تكون حصرية، وكمان بنكون جربناها أكتر من مرة وتأكدنا من مفعولها كويس. المهم أنا هكلمكم على 4 وصفات علشان حضرتك لو بتشاهدني من أي مكان في العالم تعرف تحصل على الوصفة المتاحة في البلد اللي أنت فيها بمنتهى السهولة. أول مكون معانا هو حجر الشب أو الشبة زفرة زي ما إحنا بنقول عليها كده في مصر، وهو عبارة عن حجر طبيعي زيه زي الملح كده بالظبط، وهو عبارة عن كبريتات البوتاسيوم والألمونيوم. بيستخدم بشكل طبيعي للبشرة، وبيستخدم كمان كمزيل طبيعي للعرق، وبيستخدم كمطهر للجروح، ويستخدم كمضاد للجراثيم والبكتيريا، والاستخدامات تانية كتير مش هنحاول ان احنا ندخل في التفاصيل. اما بالنسبة للنمل هنستخدمه عن طريق الرش بعد ما هندوبه في المية، وكمان هنستخدمه كرش كبودرة هنرشه حوالين الاماكن المتواجد فيها النمل. خدنا كمية في حدود معلقة اكل، ونبتدي ان احنا نحطها في البخاخ، ونبتدي ان احنا نرش بها كل القصيص والاماكن اللي بتتواجد فيه النمل، وخصوصا من اسفل القصيص والتربة اللي متواجد فيها عشان هي دي الاماكن اللي بيتواجد فيها النمل بشكل دائم. والشبة زفرة احنا بنشتريها من عند العطار، وممكن كمان بعد ما نطحنها زي البودرة كده بالظبط نبتدي ان احنا نرش بها سطح التربة ونرش بها اسفل القصيص وكل مكان ممكن يتواجد فيه النمل. استحالة النمل يتواجد تاني في المكان اللي موجود فيه الشبة زفرة، وهي طبعا امنة جدا لان هي منتج طبيعي. تاني مركب معانا وهو الكلور او الكلوركس اللي بنستخدمه في غسيل الملابس داخل المنزل. طبعا هو بلا شك ان هو مركب كيميائي، فلازم ان احنا نستخدمه بحذر. احنا كده كده بنستخدمه في الغسيل، فنحاول بقدر الامكان ان احنا نستخدمه بحذر، بس هو بيجيب من الاخر وبيقضي على النمل وبيقضي على كل الحشرات بشكل غير عادي. هنخلي بالنا كويس، نحاول بقدر الامكان ان ما نرشوش على النبات، لانه طبعا زي ما قلنا ان هو مركب كيميائي، احنا نرشه على التربه ونرشه على اماكن اللي بيتواجد فيها النمل. اما داخل المنزل ممكن نغسل بها الارضيات ونغسل بها الاماكن اللي متواجد فيها النمل، وكده ده بيجيب من الاخر زي ما حضراتكم شايفين. بس ان انا احب اضيف معلومه للناس ما بتاخدش بالها منها خالص، زي ما انتم شايفين الجذور بتاعه النبات المزروع في القصيص بدات تطلع من بره. ده طبعا لو احنا نقلناه من المكان اللي هو فيه وحطيناه في مكان تاني هيموت على طول، واحنا مش عارفين السبب منين. كده احنا لازم نعمل حاجه مهمه، ان احنا لازم ننقل النبات من القصيص اللي هو فيه للقصيص تاني اكبر او نحطه في الارض المستديمه. ولازم كمان ان احنا نتعود ان احنا نحط القصيص على حاجه صلبه من الاسفل علشان الرطوبه في التربه بتدي دفع للجذور ان هي تبتدي تمتد في الارض. المكون الثالث اللي معانا ان شاء الله وهو النشادر او الصودا، واسمه العلمي بيكربونات الامونيوم، اللي بيستخدم في المخبوزات وبيستخدم في عمل الحلويات، وهو بيختلف عن بيكربونات الصوديوم اللي احنا عارفين اللي احنا بنستخدمها في النبات كمان واتكلمنا عليها في مرات سابقه. وبيتميز بيكربونات الامونيوم او النشادر ان هو ليه رائحه نفاذه بشكل غير عادي، يعني النمل استحاله ان هو يقترب من المكان اللي فيه بيكربونات الامونيوم او النشادر. وبما ان احنا بنستخدمه في الاكل عادي فهو كده يعتبر امن ومفيش اي مشاكل من ناحيته نهائي. طبعا استخدامه ندوب معلقه اكل كبيره على لتر ميه ونبتدي ان احنا نرش بكل الاماكن المتواجد فيها النمل، وكمان ممكن نستخدمه زي ما هو كده شبه البودره ونبتدي نحطه في كل الاماكن اللي بيتواجد فيها النمل، وخصوصا اسفل القصيص وفي الاماكن الفتحات اللي بيدخل فيها ويطلع منها النمل. هو بيتباع في محلات العطاره وبيتباع كمان في محلات اللي هي مستلزمات المخبوزات، وسعره كمان مش غالي، يعني سعره بسيط جدا ممكن تستخدمه بشكل دوري. المهم يا شباب انا كل يوم برد على اكتر من 1000 تعليق بيجيني على كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ليه الناس بتكسل تكتب تعليق او بتكسل تضغط لايك؟ يا ريت الناس اللي لسه ما ضغطتش لايك تضغط لايك عشان نقدر نستمر ونكمل ان شاء الله. اخر مكون معانا وهو الجير المطفي زي ما واضح قدام حضراتكم بالظبط، وهو عباره عن هيدروكسيد الكالسيوم. والجير له استخدامات كثيره جدا في الاغراض الزراعيه، بيستخدم في تطهير الأرض وفي تطهير الأماكن وتطهير الحظائر، ويستخدم كمان في دهان الأشجار من الفتحات والثقوب لأنه طبعا بيمنع انتشار الفطريات ويمنع انتشار البكتيريا وبيقتل الحشرات. وكمان ممكن نضيف الأرض الطينية علشان يخفض نسبة الحموضة في التربة، لو عندك التربة حمى
الحمضية ممكن تضيف نسبة بسيطة كل 3 أعوام يعمل تعادل في التربة، وزي ما انتم شايفين هنرشه على كل الحواف عندنا في الحديقة، هيمنع انتشار الحشرات بشكل ملحوظ جدا، وبرضه هنرشه حوالين المنزل من الخارج هيمنع انتشار الحشرات بكل أنواعها من الاقتراب من الأماكن اللي احنا رشينا فيها الجير. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجب حضراتكم، ما تنساش تسيب لي رأيك في التعليقات، وأشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.